طيب عندنا دلوقتي فقرة تحليلية لمشوار فرق الأهلي طبعا في ألعاب الصالات خلال الموسم الحالي، سواء بنتكلم يد سلة طايرة وغيره، وماتشات كتيرة جدا يعني شغالة هنتكلم عنها مع ضيفنا العزيز جدا والمتألق أحمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. منورنا يا رشاد، ودايما بنسعد بوجودك معانا، لأن أنت بتعرفنا كل كبيرة وصغيرة وكل تفاصيل ألعاب الصالات، ويا محلى ألعاب الصالات في النادي الأهلي. تعال نبتدي الأول بكرة اليد، تعال نمشي رياضة رياضة، ماشي الحال عشان ما نتلخبطش والموضوع ما يوسعش مننا. تعال نبتدي بكرة اليد وتحديدا كرة اليد سيدات، لأن كمان من كام يوم كان في ماتش مهم جدا ليهم مع طبعا فريق الزمالك، وفازوا فيه بنتيجة 26-22. أكيد المشوار بقى عموما مش بس الماتش ده، شفته ازاي؟ لا هو مباراة كانت طبعا صعبة، لكن قدر طبعا النادي الأهلي ان هو يحقق الفوز. هي دايما بتبقى مواجهات النادي الأهلي مع نادي الزمالك بتكون صعبة، لكن طبعا خبرة اللعيبة وخبرة طبعا الجهاز الفني بقيادة طبعا الكابتن محمد عادل قدروا ان هم يحسموا المباراة بنتيجة 26-22. المباراة كانت قوية. عندنا في النادي الأهلي بصراحة لعيبة مميزة جدا في فريق اليد السيدات. النادي الأهلي في كرة اليد السيدات ماشي بشكل كويس جدا في الدوري بالعلامة الكاملة حتى الآن، محقق طبعا الفوز في كل المباريات اللي خاضها، كان طبعا آخرهم طبعا مباراة النادي الزمالك. النادي الأهلي عنده 42 نقطة من كل طبعا المباريات. مباراة مهمة الفترة اللي جاية، عندك طبعا مرحلة تانية، المرحلة التانية أو المرحلة النهائية أربع فرق، هيكون طبعا النادي الأهلي ونادي الزمالك لسه طبعا ما اتحسمش الفرقتين التانيين سواء من الشمس أو من سبورتنج أو من الصيد أو سموحة، ده هيتحدد طبعا بعد إيه انتهاء دوري المرتبط، لأن طبعا في فرق قريبة في القصة، فأنت لسه ما قدرتش تحدد الفرقتين التانيين، إنما خلاص الأهلي والزمالك موجودين من ضمن الأربع فرق اللي هم هيخلصوا المرحلة النهائية من الدوري. عندك الشمس، سبورتنج، سموحة، الصيد، اتنين منهم هيكملوا، في اتنين منهم هيكملوا، لكن الأقرب سبورتنج والشمس. فإن شاء الله النادي الأهلي يتوج باللقب، لأن النادي الأهلي طبعا حامل اللقب الموسم اللي فات. بمناسبة طبعا مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في دوري كرة اليد سيدات، أنت النادي الأهلي قدر في أقل من 3 شهور أن هو يحقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 7-0. في اليد رجال طبعا كسب مرتين سواء في الدوري في آخر طبعا مباراة في الدور الأول من الدوري، وكمان في السوبر، وقدر أن هو النادي الأهلي يتوج باللقب. كمان اليد سيدات كسبوا الزمالك مرتين رايح جاي في الدوري. السله رجال محققين الفوز على الزمالك ثلاث مرات، فكده النادي الاهلي يحقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجه طبعا 7-0. كل التوفيق لليد سيدات. اليد سيدات عامل شغل مميز جدا. احنا بنتكلم على فوز قد ما بنتكلم على سيطره. طبعا. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي في كل الالعاب والله ملك البطولات الحقيقيه، ملك الصالات. يعني النادي الاهلي لما في اقل من ثلاث شهور في ثلاث العاب بس محقق الفوز 7-0 على نادي الزمالك. فلسه اللي جاي ان شاء الله اصعب، لان طبعا المراحل النهائيه احنا في البدايه طبعا الفرق بتبقى الدور التمهيدي بيبقى مش اقوى زي المراحل النهائيه، لسه اللي جاي طبعا اصعب، لكن احنا كلنا ثقه في فريق كره اليد السيدات ويتوجوا بكل الالقاب. عندهم طبعا نص نهائي كاس مصر امام سبورتنج، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق اللقب، لان احنا طبعا ماتش صعب جدا، لان النادي الاهلي هو حامل اللقب الدوري الموسم اللي فات وبطوله كاس مصر، فطبعا جمهور النادي الاهلي مش هيقبل الا بالبطولات مره تانية ويحققوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات.